كيف هي سمعتكم؟ واش المواطنين اللي كيشوفوكم كيبتسموا تيقول لكم الله يعاونكم، ولا كيدوروا وجهكم منهم، ولا تيقول لكم بشكل المطيحة؟ ده هو السؤال. انا عارف بان المواطنين اللي كيشوفوكم تيبتسموا ملي تيشوفوكم، تيفرحوا ملي تيشوفوكم، تيدعيو معاكم، واخا ما بغيتيش تقولوها ملي تيشوفوكم تيبكم بالغسله من السنكران. غير صد فلهذا الإخوان المواطنين، السمعة ديالكم الحمد لله بقات كتشق الحجر. جاوبوني، معاكم شي واحد تهم بشيء أصلا خلال هذه المدة؟ لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى يعني الجماعات، شي حاجة حقيقية تهم تهمة؟ ما كاينش. اش غيعاود يبداو يقولوا؟ يقولوا وزير أحب وزيرة وتزوجها، هانئا لهما. الحب ليس حراما والزواج ليس حراما، احنا ما نهضروش على الاخرين، نهضروا غير على ريوسنا في هذا الشيء. باركه. اش غيتهمكم؟ لا شيء، ما عندهمش ما يقولوا، كيقلبوا كيبحثوا ما كيلقاوش، لان سمعتكم الحمد لله بقات كتشق الحجر بحال اللي كيقولوا المغاربه. وغنقول لكم واحد القضيه، ما حد سمعتكم كتشق الحجر، ما تخافوش مهما كانت النتائج. واش عملنا اللي علينا؟ واش مشينا بالنية مع كافة الأطراف اللي دبروا معنا هذه الانتخابات؟ انتهى الكلام، انتهى الموضوع. اللي علينا هو هذا، اللي خصهم يفهموا وأننا مستمرين في هذا الطريق. جاء الأوان لنقول ما مفكينش. Non fa chi...